أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، والتي نناقش فيها مشاورات الكويت، هل ستكون نهاية حرب أم استراحة محارب؟ يومان فقط تفصلنا عن لقاء الكويت حول ما أسمته الحكومة مشاورات لتطبيق القرار الأممي 22/16. تأتي هذه الجولة من المشاورات وسط تكهنات بفشلها على غرار سابقاتها في جنيف، يعزى ذلك إلى عدم جدية الطرف الذي أعلن الحرب وانقلب على السلطة في تطبيق القرار الأممي، لا سيما وأن الإنقلابيين لم يعلنوا موافقتهم الصريحة على القرار الأممي، إضافة إلى ما وصفه مراقبون بعدم جدية الأمم المتحدة في الضغط على الإنقلابيين باتجاه تطبيق القرار الذي ينص على منح الإنقلابيين مهلة 10 أيام لتنفيذه، وهذا ما لم يحدث ولم يتخذ حياله مجلس الأمن أي إجراء. من جانب آخر، لم يلتزم طرفا الإنقلاب بما اتفق عليه من خطوات بناء الثقة في المشاورات السابقة، سواء في جانب إطلاق الأسرى والمعتقلين أو في جانب فك الحصار عن تعز وغيرها من الإجراءات. وبالمقابل هناك فريق متفائل يرى أن شروطا موضوعية قد تحققت بعد مشاورات جنيف 2، ربما أبرزها إضعاف البنية العسكرية لطرفي الإنقلاب وإحراز تقدم ميداني لصالح الشرعية، خاصة في المحافظات المحيطة بالعاصمة صنعاء. تجلى ذلك في رضوخ الميليشيا أخيرا من خلال تقديمها تنازلات للجانب السعودي في المفاوضات السرية الأخيرة التي أفضت إلى التهدئة على الحدود. ووسط هذه المعطيات غير الواضحة، يقف ملايين اليمنيين على أبواب الحيرة والترقب، آملين أن تحمل معهم لهم الأيام القادمة ما يطمئنهم ويؤمن حياتهم ويخرجهم من واقع الميليشيات إلى سلطة الدولة واستقرارها. إذن تظل كثير من الأسئلة محل اختبار حقيقي للجولة القادمة من المفاوضات، أبرزها: هل الإنقلابيون جادون بالفعل في الانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة وإنهاء كافة مظاهر الإنقلاب؟ وهل لدى الشرعية ضمانات لتنفيذ ذلك؟ وهل المجتمع الدولي حازم في تطبيق القرار الأممي 22/16 أم أنه يجري التحضير للالتفاف عليه؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة مع ضيوفنا من البحرين الكاتب والسفير السابق مصطفى النعمان، ومن تعز الكاتب والناشط السياسي عبد الهادي العزعزي. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بسؤال مشترك أطلب منكما إجابة مختصرة عليه. والبداية معك سيد مصطفى، هل تعتقد أن المعطيات الحالية على الأرض تنبئ بنجاح جولة جديدة من المشاورات؟ ليس أمام اليمنيين غير المفاوضات والتشاور والحوار، أما ما ينتج عنها فهذا أمر متروك للمستقبل، ولست أنا من المفولين. نعم، السيد عبد الهادي العزعزي، هل تعتقد بأن الظروف جاهزة لإنجاح مفاوضات الكويت القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الحديث عن إنجاح المفاوضات في هذه اللحظة، لا أعتقد أن الظروف الموضوعية الآن تدفع باتجاه نجاح المفاوضات. لا توجد مؤشرات، أي مؤشرات من الأطراف باتجاه نجاح المفاوضات، هناك حالة تصلب. نعم، إذن هناك حالة تصلب. أشكركما ضيفي الكريمين، ونتحول وإياكم إلى هذه المادة التي ترصد أهم محطات ملف المشاورات في الجولتين السابقتين بين الحكومة والإنقلابيين. نتابع هذه المادة ومن ثم نعود لاستئناف النقاش. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وعودة إليك سيد مصطفى بعد هذا الاستعراض لمراحل التفاوض مع الإنقلابيين خلال الفترة الماضية. هل تعتقد بأن جماعة أشعلت الحرب وما تزال تمارس القتل حتى هذه اللحظة وتعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي؟ هل تعتقد أنها باتت جاهزة للسلام أم أنها تريد فعلا فقط استراحة محارب لتعاود جولة جديدة من الحرب بنفس أقوى؟ أنا لن أتحدث عن الماضي وما حدث فيه، الأخطاء التي ارتكبت التي أدت بناء هذه الكارثة. نعم، أعتذر منك، يعني لو تعيد الفقرة التي كنت تتحدث عنها، أن الصوت انقطع عني وعن المشاهدين، تفضل. لست من الذين سعادة السفير، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، أرجو معالجتها. وأتحول الآن إلى السيد عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي العزعزي، برأيك ما الذي يخبيه لنا الإنقلابيين في هذه الجولة؟ سيد عبد الهادي العزعزي، هذه الجولة هناك حالة من نعم تفضل. هناك حالة من التصلب العام التي تمارسها الميليشيات بشكل عام أو جماعة الانقلاب. إلى الآن لا توجد أي بوادر حقيقية لوقف إطلاق النار أولا على الأرض، أيضا لا توجد أي بوادر باتجاه تنفيذ مطالب التهدئة بشكل عام، سواء من إطلاق المعتقلين أو فك الحصار عن المدن. أنا اليوم ربما وصلت إلى المدينة بسفر منذ 7 صباحا حتى الآن، عبر طريق ربما يكون من طرق الموت. هناك حالة حصار مخيف على مدينة تعز تمارس وبشكل ربما مرعب، وهناك مواجهات في كافة المداخل. نعم سيد عبد الهادي، ما الذي يمكن أن تنجزه هذه المفاوضات؟ إطلاقا لا توجد أي آلية لتحديد ما الذي يمكن أن تصل إليه فوق المفاوضات. ربما هي استراحة محارب وإعادة ترتيب أوراق للقادم. نعم، لا أدري إذا كان الصوت قد تم معالجته مع السيد مصطفى النعمان. سيد مصطفى، هل تسمعني؟ أنا أسمعك كويس. نعم، أتمنى أن يظل الحال على هذا الشكل. كنت تجيب عن السؤال السابق حول مدى جدية طرف الإنقلابيين للذهاب إلى مفاوضات في ظل استمرارهم بقتل اليمنيين. أنا أقول أن أنا لا أريد أن أتحدث عن التاريخ أو عن الماضي، لأني لا أحب أن أسكن فيه. أنا أتكلم أن اليوم نحن في وضع مختلف، والوضع الذي اختلف فيه من وجهة نظري الشخصية أن أولاً العام الماضي لا بد أنه أنهك أنصار الله الحوثيين وأنهك القوات التابعة والموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، والتي جعلتهم في النهاية يصلوا إلى مرحلة التفاوض أو المشاورات أو التفاهمات مع المملكة العربية السعودية، التي أدت في المرحلة الأخيرة كما نعرف، وهذا ليس سرا، لتهدئة المواجهات على الأقل على الحدود. انعكاس هذا على الداخل، أنا قلت هذا أكثر من مرة، أن نحن الآن أمام حرب بين قوات غير نظامية، لا من طرف الحوثي ولا من طرف المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية في نهاية المطاف هي تجمعات، ليست تجمعات مرتبطة بجهاز عسكري له قيادة موحدة. وبالتالي انعكاس القرار السياسي على هذه المجاميع المسلحة التي لها عانت خلال العام الماضي لكنها عذرا للمقاطعة سيد مصطفى، لكنها تعمل تحت سقف الجيش الوطني. لا، كيف أنا تقول أنها لا تتبع قيادة موحدة؟ أنا لا أريد أن أوجه اتهامات، لكن احنا قد سمعنا اللواء المقدشي الذي هو رئيس الأركان عندما سئل عن تعز، قيل ان قال لهم ان تعز هذه منطقه غير يعني منطقه منفصله، كلام ان هو نعم يتحدث عن قطاع منفصل، ربما يتحدث عن كمنطقه عسكريه، ربما كان يتحدث عن كونها تتبع المنطقه العسكريه الرابعه ولا تتبع نعم. ولهذا لا اريد ان ننجر الى هذه، يعني انا مسمى الجيش الوطني، انا في رايي الشخصي ان الحديث عن جيش وطني الان، وهذا شيء مؤسف ان الانسان يقوله، ليس هناك جيش وطني بالمعنى انه له تراتبيه عسكريه منضبطه، له قياده موحده. هل الجيش الذي في الجنوب يتبع القياده في رئيس الاركان المقدشي؟ يجب ان نواجه هذه المسائل بصراحه. نعم. نحن نسمع من القيادات العسكريه الموجوده في تعز معاناتها
من رئاسة الأركان، مما يقال أنه قيادة الجيش الوطني. هل هناك جيش وطني موحد اليوم في اليمن؟ يعني يجب أن نواجه المسائل بصراحة. نعم يوجد جيش وطني موحد سيد مصطفى. على أي حال دعني أنقل هذا السؤال إلى السيد عبد الهادي، وهو أيضا قريب جدا من المقاومة في الميدان، وقد انخرط أيضا في صفوف المقاومة المسلحة بتعز. سيد عبد الهادي، يعني هل فعلا أن مشكلة عدم توحيد صفوف المقاومة وعدم وجود قيادة موحدة لها يعتبر عائقا حقيقيا أمام أي مفاوضات قادمة أو تسويات سياسية؟ ما مدى حقيقة هذا الطرح؟ لا أعتقد أن هذه المسألة أيضا حتى تسري على ما كان يعرف بالجيش للجمهورية اليمنية بحد ذاته، كان يتكون من جيش نظامي وجيش قبلي، وكانت تتداخل هذه المسألة أكثر من مرة. الأخ مصطفى يدرك هذه المسألة تاريخيا، أن هنالك جيشا شعبي، وهنالك ما يعرف بلجنة شؤون قبائل، وهنالك ما كان سائدا في اليمن قبل التسعينات، وكانت هناك ما تعرف بالميليشيات سواء في الجنوب أو في الشمال. لكن هذه الميليشيات إجمالا، أو هذه القوى التي نتكلم عنها بالنسبة للمقاومة الشعبية، التزمت وأعلنت الالتزام في أول يوم من وقف إطلاق النار، وهي تعلن عبر قياداتها لأنها تتبع الجيش الوطني. وبالتالي زمام المبادرة بيد ألوية الجيش. هذه بالنسبة لحالة تعز. حالة تعز هنالك محور وهو جزء من المنطقة الرابعة، هنالك حالات منفلتة في بعض المحافظات الجنوبية، وهذه الحالات ربما كانت أوجدتها قسم من الصعوبات. هذا مجتمع خارج من استبداد، ومن استبداد طويل، خارج من حالة استبعاد أيضا، وهي عملية تراكمية بشكل عام. هذه المسألة ليست بالسهولة، وبالتالي لا نحمل الضحية أكثر من كونه ضحية، وبالتالي هذه الأعراض التي تظهر على الضحية تعتبر كمبررات لتبرئة الجلاد. ربما هذا ما يحاول الأخ مصطفى طرحه كمدخل. هذه المسألة ليست صحيحة. هنالك حالة عامة تسود الآن المقاومة الشعبية في أول يوم من الإعلان، أعلنها رئيس الجمهورية، وبالتالي قالوا نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار ما لم يتم الاعتداء علينا. وحتى المسودة التي سربت حددت بأن يتم الرد على مصدر النيران. نعم. يعني أن نعم. المسألة إلى الآن لم تختبر عصيان الأوامر حتى الآن بشكل عام، وبالتالي حالة تمرد داخل هذه المجاميع. ما يحصل مثلا في عدن أو لحج أو المحافظات كانت هي جزء من إرباكات في البنية نفسها، ربما قد تكون متراكمات لحالة الاستبداد، قد تكون جزء من الهيكل التنظيمي. وزير الدفاع لا زال معتقلا أيضا، وبالتالي نعم. وزارة نعم. الدفاع هي تعمل حتى لا نتوه سيد عبد الهادي. سأقول فقط هذه الجزئية كحق للرد سيد مصطفى النعمان. لا أدري إلى أي، يعني ما الذي كان يريد عندما أشار إلى موضوع المقاومة وتشتت صفوفها وعدم وجود قيادة موحدة؟ يعني لا نريد أن نستغرق في هذا الأمر، لكن يمكنك أن ترد سيد مصطفى. لننتقل إلى تفاصيل أخرى تتعلق بإجراءات وترتيبات المفاوضات المزمع عقدها. مثل ما تفضلت لا أريد أن أستغرق في هذا. التصريحات التي صدرت والمعلومات التي عندي والأخ عبد الهادي يعرفها قصة. نحن مشكلتنا نحن إن إذا أردنا أن نؤيد طرفا نتغاضى عن كل أخطائه، وإذا أردنا أن نؤيد طرفا نتغاضى عن كل أخطائه. هذه مشكلة عندنا. أنا لن أدخل في هذه الجدلية. ما المناسبة فقط، يعني أنا أحلت إليك الكلام لأستفهم، يعني ما مناسبة ذكرك لهذا الموضوع في بداية هذا النقاش؟ هذا ليس، أنا الآن لم أصرح بهذا الكلام. هذه تصريحات صدرت عن قيادات. عندنا تصريحات للأخ علي المعمري، عندنا تصريحات للأخ حمود المخلافي، عندنا تصريحات لكل القيادات الموجودة في تعز. أنا لا أنفي الآن المشكلة أن يقال أننا أبرر لهذه للحوثيين والأنصار اللي ما يقومون به. هذا كلام أعتقد أنه فيه تصديق شديد واتهام لا أرى أي سند فيه. هذه تصريحات موجودة ومنشورة ومعلنة، ليست سرا الآن. في اختلالات، في تقاعس، في دعم تعز من اليوم الأول، وكل هذا صرح به.
يعني اليوم انا اتي ان ادافع عن عبد الرب منصور هادي لانه فقط يمثل الشرعيه، ولا اتحدث عن كل ما صار تجاه تعز من اهمال، من تكاسل في دعمها، من تقاعس في تقديم كل ما تريده تعز عام كامل. ماذا قدم لتعز؟ نعم، هل تعتقد انه ايضا من الانصاف ان تسرد الان اخطاء وجهود ضعيفه تجاه المقاومه وتجاه او بالدور الحكومي، وتترك القتله والمعتدين بدرجه رئيسيه؟ يعني لا ادري انت لماذا تصدر حديثك الان عن اخطاء هنا او هناك وتصريحات هنا او هناك وتترك الموضوع الرئيسي. يعني كان احنا نتحدث الان عن الميليشيا يعني اقتحمت العاصمه واحتلت العاصمه واجتاحت المحافظات الاخرى وانقلبت انقلاب كامل على الدوله. طبيعي تحدث هناك أخطاء، يعني لا توجد دولة بطبيعة الحال. أنا إذا أردت أن أعود إلى كل هذه المراحل التي تحدثت عنها، معناه أن سأعود ونحن نعرف من الذي تآمر في عمران ومن الذي تآمر في صنعاء. أنا لا أريد أن أفتح هذه الملفات، يعني هذه ملفات منشورة. أنا لم أحمل أحد الآن هذه المسؤولية. أنا أتكلم أرد على الأخ عبد الهادي في هذه الجزئية، ولا نريد أن نستغرق فيها. نحن الآن أمام مرحلة قد طيب مرينا. برأيك سيد مصطفى، حتى نخرج من هذه النقطة، ما هي الضمانات التي حصلت عليها الحكومة لتذهب إلى هذه المشاورات يعني وتتجاهل مسألة خطوات بناء الثقة؟ طيب ما هذا هو السؤال، ماذا الذي نقوله أنا من البداية؟ أنا لما قلت هذا الكلام قيل أن أنا أبرر للحوثيين. طيب الحكومة هي التي وافقت أن تذهب إلى الكويت ولا أنا الذي وافق؟ نعم، أنا أسألك عن رأيك، يعني ما الذي دعا الحكومة لأن تتخلى عن هذه الخطوات وتذهب إلى مشاورات؟ يعني إحنا سمعنا لك أيضا تصريحات خلال الأيام الماضية بأنك متفائل من هذه المشاورات، يعني أنا أسألك هنا لماذا؟ ما دواعي تفاؤلك؟ لأنه أنا قلت منذ البداية أن ليست هناك حرب تدوم إلى الأبد، كل حروب تنتهي وتنتهي في طاولة مفاوضات، وتنتهي أن يجلس الطرفان المتقاتلان على هذه الطاولة، الشرعية والانقلابيون يجلسون على هذه الطاولة. طيب هم لما ذهبوا إلى هذه الطاولة ذهبوا بلا مقدمات، هم ذهبوا في قرارات أممية، القرار 2216 وما سبقه من القرارات، في مقررات ما يسمى بالحوار الوطني وما قيل أن يتفق عليه. هناك أيضا ما في اتفاقيات وقعت بشهادة رئيس الجمهورية في 21 سبتمبر لم أوقعها أنا، ولا حتى أنا انتقدت. هذا عفوا سيد مصطفى، هذه الاتفاقية هي جزء أصيل من مظاهر الانقلاب الذي حدث. أنا أعرف أنك تشير الآن إلى اتفاقية السلم والشراكة سيئة الذكر، هي اتفاقية غير معترف فيها لا محليا ولا دوليا، ولم تذكر حتى ضمن المرجعيات المتعلقة بالمفاوضات القادمة. اسمح لي سيد مصطفى، يعني طالما قد ذكرت هذه أشرت إلى هذه الاتفاقية، نذهب وإياك والمشاهدين إلى بنود القرار الأممي 2216 لنذكر به وبما جاء فيه. جاء في بند أبرز بنود القرار الأممي 2216 فكرة تأكيد شرعية الرئيس اليمن عبد الرب منصور هادي وعودته، دعوة الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والمس بشرعية رئيس اليمن. هذا هو البند الأول من القرار الأممي 2216، وهو أبرز المرجعيات الخاصة بالمفاوضات القادمة في الكويت، إضافة إلى التشديد على ضرورة العودة إلى تنفيذ المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يشمل صياغة دستور جديد. هذه إذن الفقرة الثانية فقط للتأكيد على القرار الأممي 2216. كما يعرب القرار الأممي 2216 عن الجزع من أن تلك الإجراءات التي يتخذها الحوثيون تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن وتهدد أمن البلد واستقراره وسيادته ووحدته. إذن هذه هي الفقرة الثالثة في القرار الأممي 2216 الذي يعد أبرز المرجعيات الخاصة بالمفاوضات القادمة. كما يعرب أيضا القرار الأممي عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في اليمن. كما يطالب القرار الأممي 2216 الحوثيين بتنفيذ الكف عن استخدام العنف كأول نقطة في القرار. أيضا سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء،
إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف. هذا هو نص القرار الأممي. التوقف أيضا عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، إضافة إلى الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج بأمان عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا لدى الميليشيات الحوثية، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم. نعم، إذن هذا هو تذكير فقط لأبرز بنود القرار الأممي 22/16. أتحول إليك أستاذ عبد الهادي العزعزي، هذا القرار الذي يعني تابعناه الآن على الشاشة، برأيك كيف يمكن تنفيذه في ظل عدم وجود خطوات لبناء الثقة؟ جزء منها هي جزء من هذا القرار، منها إطلاق المعتقلين، وأيضا هناك من يتحدث عن عدم وضوح آلية تنفيذ هذا القرار خاصة فيما يتعلق بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة. المسألة ربما تكون أن هنالك حالة من الضغط الخارجي، هذا ما يفهم ظاهريا على كل من الحوثيين أو طرفي النزاع في اليمن المتمثل في السلطة الشرعية وجماعة الانقلاب. لا تتوفر أي من الشروط التي تمهد أرضية للتفاوض إلا إذا كانت هناك شروطا لم يتم إعلانها بشكل عام، لكن الشروط الموضوعة حاليا لا توفر أي أساس لمسألة التفاوض. لكن كما ذهب سعادة السفير، فعلا الحروب تبدأ من الطاولات وتنتهي من الطاولات، المسألة هنا مختلفة. هناك تقصير من الحكومة، نعم، سواء من السلطة الشرعية بإجمالا كان الأقدر أن يتم منذ البداية إسقاط اتفاق السلم والشراكة منذ وجود الرئيس في عدن في تلك الفترة، إذا كان هذا الاتفاق قد تم فرضه بالقوة في حين كان هذا الاتفاق بين أطراف يمنية وبرعاية ودعم وتنسيق ممثل الأمم المتحدة السابق كمال بن عمر. لكن المسألة الأساسية أيضا أن الأطراف السياسية التي كانت جزء في هذا الاتفاق لم توقع عزلا سياسيا أو لم تتخذ قرارا بالإجماع الوطني في مسألة عزل هذه الأطراف سوى عندما وصلت إلى الرياض، وكانت الفترة متأخرة، وكانت القرارة الأخيرة التي أصدرتها الرئاسة هي جزء من التنصل، لكن كان كل هذا بعد عام كامل. كانت هناك إجراءات كانت يجب أن تتخذ من البداية، وهذه الإجراءات كانت تتضمن أن تكون السلطة الشرعية المتواجدة إلى الآن خارج البلد جزءا متكاملا مع المقاومة الشعبية في مواقفها وأطروحاتها ورؤاها. التفاوض وفقا لأي مدى ووفقا لأي أفق، هنالك مدى محبط جدا في مسألة التفاوض، لن يجري تنفيذ أي شيء. إذن أنت ترى أن لا جدوى. كلام من تعز قبل يعني أمس وقبل أمس كان هنالك توغلا كبير بالمنطقة الغربية لتعز، وصلت إلى نهاية الوازعية، هنالك حالة تعزيزات، هنالك حالة إمداد تستغل غياب أو توقف الطيران أو الإسناد الجوي من القوات التحالف العربي. ولهذا كنت أسألك سيد عبد الهادي، ما تفسيرك نعم سيد عبد الهادي ما تفسيرك لحرص الميليشيا والانقلابيين تحديدا أو الميليشيا الحوثية تحديدا على إحلال السلام على المناطق الحدودية بينما تستمر مع حليفها المخلوع على الحرب الداخلية بل التوسع أيضا، ووصل إلى حد التهجير الجماعي لمنطقة الوازعية وفتح بؤر أيضا في أكثر من مكان، كيف تفسرها في أثناء فترة الهدنة التي يفترض أنها تمهد لمفاوضات سلام؟ هذه العملية تفسر بأن هذه الجماعة قائمة على منهج القوة، ومنهج القوة عندما تم مواجهته على الحدود الشمالية بالقوة وتم ضرب معاقل هذه الجماعة تراجعت إلى الخلف. هذه جماعة تقوم على منهج القوة، وبالتالي هي تتعامل مع الأطراف الداخلية من باب أن التوسع يغير ميزان التفاوض. هي الآن تمارس التفاوض انعكاسا لهيمنة السيطرة على الأرض، وبالتالي تسيطر على العاصمة وتسيطر على الكتلة السكانية الكبيرة، وكانت تسعى إلى حصار أكبر مجموعة سكانية من أجل أن تمارس أكبر قدر ممكن من الابتزاز لترتيب أوراقها في المرحلة القادمة. ما لم تعيه الحكومة أن بقى هذه المناطق تحت سيطرة الحكومة تحت سيطرة الانقلاب
يمنحها قوة تفاوضية كبيرة، هي الآن تمارس عملية تفكيك لآلية البنية للتحالف العربي مع الحكومة والشرعية، وبالتالي ترسل رسائل تطمين من أجل أن تحافظ على مستقبلها السياسي مع هذه الجماعات، وتحاول الإفلات من فك كماشة يمكن أن تطرح داخله، وهي تعمل بما يعتقد به القبيل. إن كان لك حربيان فاعمل على تحييد أحدهم واستمر مع في معركة واحدة بدلا من العمل على معركتين. طيب أستاذ عبد الهادي، نعم دعني أنقل هذا الطرح للسيد مصطفى النعمان من البحرين. يعني أستاذ عبد الهادي يتحدث بأن التوسع على الأرض وخروقات الهدنة المستمرة خلال الفترة الماضية إنما تقوم بها طرف الانقلاب، يقوم به طرف الانقلاب لتعزيز ورقته التفاوضية في المفاوضات القادمة، وأنه لا مجال للسلام مع هذه الميليشيا طالما وهي تحمل السلاح. برأيك أنت كيف تفهم هذا الطرح؟ وأيضا فيما يتعلق بتسليم السلاح ومن خلال بعض التسريبات الحديث عن تسليم مرحلي للسلاح، أيضا كيف يمكن أن يأمن اليمنيون لهذا الوضع في ظل احتفاظ هذه الميليشيا بالسلاح لفترة طويلة؟ ربما هناك حديث عن 3 إلى 5 سنوات تقريبا. أنا أتفق مع الأخ عبد الهادي، يعني الآن أنا الآن لا أدافع عن ما يفعله الحوثي. أنا انتقدت اتفاق السلم والشراكة بعد ما وقعوه كل الأحزاب اليمنية كلها، وبشهادة وبوجود رئيس الجمهورية الحالي وبوجود جمال بن عمر كلنا تحت ضغط السلاح. سيد مصطفى، أنت تعرف جيدا بأن الأحزاب كلها وقعت هذه الاتفاقية تحت ضغط السلاح بعد أن كانت قد اجتاحت الميليشيا العاصمة صنعاء. هذا كله كلام نظريا مقبول، لكن إذا كانت أحزاب لا تستطيع أن تقول لا، وأنت الوحيد الذي رفض أن يوقع اتفاق السلم والشراكة والأستاذ عبد الله نعمان القدسي أمين عام حزب الناصري، هو الوحيد. لماذا تجرأ هو وكل الباقون وقع؟ نعم. كيف؟ هل هو ما كان لم يكن مرفوع عليه السلاح والباقون كان مرفوع عليهم السلاح؟ على أي حال هو ليس مرجعية، ليس موضوعنا للسلم والشراكة، هي واحدة كما أشرت وكما يقول جميع المراقبين والمحللين السياسيين بأنه مجرد وكان أبرز وأول مظهر من مظاهر الانقلاب على السلطة. أنا انتقدت اتفاق السلم والشراكة واعتبرته انتقاص في حق الدولة وانتهاك لحقوق الدولة في اليوم الثالث من توقيع هذا الاتفاق في مقال مكتوب. أنا لا أجادل الآن في صحته أو عدمية أو عدم صحته. أنا أقول أن هؤلاء الذين اتفقوا على هذا الاتفاق والذين وقعوا عليه هم المسؤولون على الحالة التي وصلنا إليها. أن ينقلبوا عليه فيما بعد عندما انقلب الحوثيون عليهم هذه مسألة هم يتحملون مسؤوليتها، ولكن الآن نحن أمام مرحلة جديدة. أنا أقول لا نريد أن نسكت في الماضي. هل أمامنا خيارات؟ هل نستمر في الحرب أم نذهب إلى التفاوض ونحاول مرة أخرى؟ وأنا أريد أن أذكر الأخ عبد الهادي وكل المستمعين أن الأستاذ النعمان رحمه الله سحبت جنسيته في سنة 68 لأنه طالب بمصالحة وطنية بين اليمنيين جميعا، جمهوريين وملكيين. نعم. أنا عندما أتكلم التفاوض هو الطريق الوحيد، ليس أمامنا غيره. نحن نتحدث لا نشكك مسألة التفاوض، لكننا نتحدث عن شروط التفاوض. وأن نعم الأرضية بعد ليست ناضجة للتفاوض، يعني وأنت يعني وضح لنا هذه النقطة. هل ننتظر حتى يتم تدمير اليمن كاملا حتى تنطلق هذه المفاوضات؟ ليس هناك شيء يسمى أن تنطلق هذه المرحلة أو أن ينطلق الوقت. أي وقت هو وقت مناسب لجراء حوار. أن نصل في الحوار حتى لو توقفنا لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة شهرين، هذا الشيء. وماذا فعل اليمني مؤتمر الحوار الوطني الذي ظل 9 أشهر؟ هل أنهى حرب أم أنه أجلها؟ وماذا فعل أيضا اتفاق السلم والشراكة الذي ذكرته أنت الآن والذي لا يعتد به؟ هل أيضا أجل حرب؟ يعني الحقيقة أنه لا توجد، لا، إذا كانت الأرضية غير خصبة وغير ناضية وغير سليمة لا يمكن أن تفضي إلى سلام. ما هو البديل؟ البديل أن تتوفر الشروط الأساسية للسلام، العدالة الحقيقية، العدالة الانتقالية. ويعني دعني أتحول هذا السؤال إلى سيد عبد الهادي. يعني تحدث الأستاذ مصطفى بأنه لا خيار لليمنيين سوى التفاوض والذهاب إلى المشاورات ومشاورات السلام، وتحدث عن ما هو البديل. فعلا ما هو البديل أمام اليمنيين الآن سوى أن يذهبوا إلى التفاوض أستاذ عبد الهادي؟
أليست الحرب هي امتدادا للمفاوضات لكن بأدوات أخرى؟ الحرب بحد ذاتها مفاوضات تسعى إلى كسر ميزان القوة. كسر ميزان القوة هو الأساس في إعطاء قيمة للتفاوض وبالتالي إعطاء نتيجة للتفاوض. أيضا ما كتبه الأستاذ النعمان في السبعينات على حين صياغة الدستور الدائم في تلك الفترة قال استطعنا أن نوجد وثيقة تمنع عودة الاستبداد في اليمن لكننا أهملنا موضوع القوة، وبالتالي سقط كل ذلك أمام القوة وكان الحوار الأقدر أن يتم بين من يملكون القدرة على الضغط على الزناد وبأي لديهم كمية الأسلحة والقدرة على التجيش. هنا عندما يصبح المفاوض لديه قوة على الأرض وهو متمكن ما لم تكسر هذه القوة فإن هذا المفاوض ليس سوى معبرا عنها. أعتقد أننا بحاجة إلى حسم عسكري لإيصالنا إلى مائدة التفاوض. كل حرب تنتهي فعلا بالتفاوض، لكن ما مدى كسر ميزان القوة من أجل أن يكون هناك تفاوضا وهناك ضمانات حقيقية لإنجاح مع بعد التفاوض؟ أما اليمنيين فمع الأسف الشديد لا يتفاوضون وإنما يدخلون لترتيب حلفاء لكي يعودون إلى الحرب مرة أخرى بأحلاف مختلفة. هذا ما تعودناه من تاريخ الجماعة السياسية في اليمن، وبالتالي الجماعة السياسية ليست من تمتلك القوة. من يمتلكون القوة والقدرة على الحشد في مجتمعات لم تنضج فيها البنى الرأسمالية هي قوى أخرى، قوى تقليدية تمتلك القوة على الحشد. هنالك مجموعة معتقلة للدولة ولديها جماعات ولديها حقا مقدس ولديها إمكانيات مارست على خلال عام قدرة من التدمير. أليس هؤلاء من كان يجب أن يوجه إليهم هذا الصوت بأن يكونوا عقلاء حين كانت بيدهم القوة؟ لماذا كل هذا التهور؟ هل كنا بحاجة إلى كل هذا الدمار من أجل أن نعود مرة أخرى إلى التفاوض وبالتالي دون الإخلال بموازين القوة؟ فأعتقد أن نعم وضحت الفكرة سيد عبد الهادي. نعم سيد عبد الهادي، إذا الفكرة تستمر الحرب. نعم الفكرة واضحة سيد عبد الهادي. إذن أستاذ مصطفى، الحديث عن مفاوضات سلام وعن أي حوار قادم لابد أن يكون مبني على موازين قوى يعني مضبوطة على الأرض. غالبا تكون القوة المفترض الأولى للدولة والسلاح محتكر لدى الدولة. كيف يمكن أن تذهب الدولة الآن ويمثلون الدولة لمفاوضات مع ميليشيا تحمل سلاح الدولة، نهبت سلاح الدولة وتحاور وهي ولا زالت تحتفظ به؟ يعني أي منطق يمكن أن يعني تخرج به هذه المفاوضات؟ دعيني أكون شديد الواقعية وبتجربة. طيب أنا اليوم لو أفترضت أن جماعة الحوثيين وافقت جدلا على تسليم سلاحها، نعم لمن؟ من سيستلم السلاح؟ هذا سؤال نظري. يستلمه الجيش الوطني المجهز الآن والذي الآن يجابه ميليشيا الانقلابيين في كل الجبهات. يا سيدتي الكريمة، الآن نحن أنا اليوم أنا مقيم خارج اليمن، أستطيع أن أقول يجب أن تستمر هذه الحرب 20 سنة حتى ينكسر الحوثيين ويسلموا سلاحهم. هذا المنطق في منتهى السهولة بالنسبة لي وأنا أعيش هنا. هذا مسألة بسيطة جدا، أن يتحارب اليمنيون داخل اليمن، أن يقتل الأبناء، أن تدمر المنشآت، أن تقطع الطرقات، أن تدمر البنية التحتية. هذا مسألة في منتهى السهولة بالنسبة لي، ما عندي مشكلة فيها. لكن هل هذا الحل؟ لا يا سيدتي، الحروب لا تؤدي إلى الويلات. أنا أقول وبداية ونهاية ليس أمام اليمنيين إلا التفاوض، ونقطة الحوار الأولى يجب أن تكون وماذا عن الانتهاكات سيد مصطفى النعمان؟ ماذا عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال فترة الانقلاب؟ ماذا عن الأسر التي شردت؟ أن الصحفيين الذين اعتقلوا، الخصوم السياسيين الذين هم مخفيين حتى الآن، آلاف المشردين خارج البلاد وداخل البلاد، آلاف الذين تعرضوا للتعذيب، آلاف ملايين الأطفال الذين تم تجنيدهم، الأموال التي نهبت، موازنة الدولة التي أيضا نهبت وحولت البلد كلها إلى سوق سوداء. يعني كل هذه الجرائم بحق الإنسانية يعني برأيك تتبخر لمجرد أننا ذاهبون إلى سلام؟ وهل تعتقد أن أي مفاوضات قائمة ولا تعمل اعتبار لكل هذه الانتهاكات والجرائم يمكن أن تنجح بأي حال من الأحوال؟ أنا أريد أن أسأل، هل جاء في كل حديث من يدافع عن هذا الذي حدث؟ أنا أتحدث اليوم، أعطيني أولوياتي.
ما هي الأولويات التي يجب أن يصل إليها المتفاوضون المتحاورون المتشاورون، كل واحد يسميها كما يريد. النقطة الأولى هي الدولة، هل هناك أسس الدولة؟ الأولوية سيد مصطفى أن تعود الدولة وتعود الحكومة، يعني هذه أولويات كل اليمنيين، أن تعود الحكومة وتعود الشرعية، وأن تسلم الميليشيات الإنقلابية السلاح للدولة، تنسحب المدن وتكف يدها عن المحافظات. دعنا استأذنك أستاذ مصطفى، أيضا أستاذ عبد الهادي، يبدو أنه جاءنا اتصال الآن من السيد المقتشي رئيس هيئة الأركان، وهو من طلب الاتصال بنا، يبدو أنه كان يتابع الحلقة ولديه مداخلة بهذا الشأن. مرحبا بك سيادة اللواء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تحياتي لكم أيها الشيخ العزيز. أهلا بك. طبعا الأستاذ مصطفى تكلم عن أنه الجيش ليس جيش رف، وأنه ليس كلاسيك، وأنه هلالي يتحز قطاع منفصل. طبعا انا اتكلم في هذا عند زياره لمنطقه حريب وعين، وكان الصحفي من قناه شباب كان يقول لماذا صوره الجيش، لماذا لا يتعمون تعز بالدبابات؟ فقلنا له يا اخي تعز فيها قطاع منفصل عن المنطقه اللي احنا فيها، لان الجيش يتكسر من ثلاث قطاع في حال الحروب، كانت قطاع مدينه القطاع الجنوبي الغربي الذي تعز عدن، نعم، القطاع الشمال الشرقي الذي هي مارب، والقطاع الجنوبي الغربي الذي هي ميدي. تكلمنا حول اما حول كلامه ان الجيش، واقول اكد لكم ان الجيش الوطني يكون اكثر تماسكا مثل هذا المقام، القياده تحت الميكات والمقاومه كلهم قاده مؤهلين، ولو تلاحظوا القاده اللي معينين قاده مناطق في الجيش الوطني كلهم قاده مؤهلين وقاده لهم تاريخهم في كل المنطقه الجنوبيه، المنطقه الاولى، الثانيه، الثالثه، كلهم قاده جيش لهم تاريخهم العسكري، بينما لا تشوف القاده اللي قليلا ما الحوثي وليش الحوثي تلقوا ابو الحاكم ترجع ماسك في المنطقه الرابعه، تلقوا المنطقه الثالثه مبارك المشهد كلهم ليس عسكريين وانما عباره عن قاده ميليشيا. طيب سياده اللواء، طالما وقد انضميت الينا، يعني كنا نتحدث، نعم، وضحت الفكرة، وضحت فكرتك سيادة اللواء، يعني طالما قد انضميت إلينا ونحن نتحدث الآن عن ترتيبات لمفاوضات الكويت المزمع عقدها خلال اليومين القادمين، وهناك حديث حول آلية تنفيذ القرار الأممي الذي ينص على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، كان أيضا تساءل سعادة السفير الأستاذ مصطفى نعمان حول لمن تسلم الميليشيا السلاح. نعم، لمن تسلم الميليشيا السلاح سيادة اللواء؟ نعم، إذا انقطع الاتصال بسيادة اللواء محمد المقدشي رئيس هيئة الأركان، ونشكره أيضا لاهتمامه وتواصله معنا الآن عبر الهواء. أحيل هذا السؤال إلى السيد عبد الهادي العزعزي، هل تعتقد فعلا بأنه سؤال منطقي لمن تسلم الميليشيا السلاح؟ قبلها قالت الميليشيا نفسها وهي كانت في عمران وكانت في صعدة، قالت لن تسلم سلاحها حتى تسلم القاعدة وبقية وأنصار الشريعة أسلحتهم، وبالتالي عندما نتكلم عن المخارج فكما يقال لن ينعدم المتعذر لعذر عندما يكون رافضا للمسألة. في هذه العملية تسليم السلاح قد يكون حتى لطرف محايد ثالث، هذه مسألة ليست صعبة. نعم. هنالك جيوش قد تدخل داخل المنطقة لاستلام هذا السلاح إذا كانت الإشكالية في مسألة السلاح. نعم. الإشكالية قائمة في منهج القوة، هذه الأطراف كانت تحكم البلد على مدار 300 سنة، وبالتالي تريد أن تظل هي الحاكم والبقية كرعايا، إلا إذا كان هنالك أطرافا في المجتمع اليمني تريد أن تفرض علينا سلاما بطريقة المثل الإنجليزي أن لا يفقد الإنسان الشعور بالمتعة حتى وهو يغتصب، هذا شيء آخر. نعم، هنالك نعم. حالة يجب طيب أن نكون مواطنين، ما لم نصل إلى
مواطنين، فأنا أعتقد أن المسألة تصبح هنالك جهويات، هناك جماعة تريد أن تحكم وصاحبة حق إلهي، والبقية ليسوا سوى مجرد خدم، أي ما قبل مرحلة مواطنين. مشكلتنا في العالم العربي لم نحسم المسألة الوطنية، هذا الجيش بني بطريقة مناطقية تامة، هنالك 85% من هذا الجيش مبنيا من هذه المنطقة، مع ذلك هنالك عددا كبيرا من هذا الجيش انضم إلى الجيش الوطني، وبالتالي لو ظلينا عمن نبحث عمن سوف يستلم هذه المسألة، هنالك قيادات عسكرية موجودة في المنازل، وهنالك أيضا قسم كبير منها انضم إلى الجيش الوطني، فالتسليم السلاح هو ليست مشكلتنا السلاح، هو مسألة الخضوع والقنوع بوجود دولة نكون فيها من الشمال والجنوب والشرق والغرب مواطنين إلى الآن لم يصل. نعم، إذا مشكلتنا مشكلة نعم المواطنة، غياب فكرة المواطنة من قبل فئة معينة، نعم تريد أن تحكم بالقوة. سيد مصطفى، هناك من يقول بأنه عدم تسمية الأمور بمسمياتها ومحاولة خلط الأوراق وتمييع المفاهيم، يعني ربما يعتقده البعض خطوة ربما تذهب إلى السلام، ولكنها في حقيقة الأمر تؤجل وتمنع أي جهود للسلام قادمة، ما رأيك؟ الآن نحن داخلين في جدلية عديدة، يعني اليوم أنا تكلمت في البداية أنه لمن نسلم السلطة، الأخ عبد الهادي الآن اتفق معي، قال إلى جهة محايدة، إلى الجيش الذي لم يشارك في الحرب، الذي لم يشارك مع أي طرف، يعني طيب ما هذا رأي الأستاذ عبد الهادي، لكن أيضا ضم إلينا الآن رئيس هيئة الأركان، ولدينا قيادات القوات المسلحة الشرعية أيضا، يعني ولماذا الحديث عن هذه الجدلية؟ يعني دعك خليك في 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 السؤال المتعلق بخلط الأوراق بهذا الشكل الذي يمنع حق اليمنيين من الحصول على استحقاقاتهم ل يعني القضاء على مظاهر الانقلاب وأطراف الانقلاب ومحاولة التغطية عليهم، وأيضا كما يصف البعض بأنه محاولة غسل لجرائم الميليشيا والانقلابيين خلال الفترة الماضية من خلال التغطية عليها. أولاً الذي أتاح لهذه الميليشيات التي يتحدثون عنها هم الذين وقعوا الاتفاق السلمي والشراكة، لا أحد يزايد علي في هذه المسألة. هم الذين وقعوا وهم الذين أوصلونا وهم الذين شاركوا في حكومة خالد بحاح التي جاءت بناء على هذا الاتفاق. هذه المزايدات علي، هذه المسألة ما ندخل فيها، ولكن لا أتحدث عنك، أتحدث بشكل عام، يعني الحديث فعلا كثر عن مسألة تمييع الأمور بما أجل فعلا أي مساعي للسلام. طيب ما هو يعني طيب أعطوني حلولا غير هذه، ما هو الحل عندكم إلى أي واحد يطرح لي حل غير الذهاب والمحاولة مرة أخرى؟ الحل بأن يذهبوا إلى الحوار بعد أن يكون هناك حسم عسكري حقيقي على الأرض. إذا أنا مرتاح هنا في البحرين وأنت في اسطنبول والذي موجودين في الآخر مرتاحين، وش مشكلتنا احنا؟ نعم. تحسم عسكريا، وش المشكلة عندنا؟ يعني ما هي أنا هل يضيرني الآن اليوم أنا شخصيا جسديا، هل يضيرني هذا الأمر؟ نعم. أنا أتكلم عن الملايين الذين يعانون داخل اليمن، هذا المنطق الذي نتحدث فيه هذا منطق لا يبدي. نعم سيد مصطفى، دعني أذكرك بهذه العبارة، وهي عبارة من علم الانتقال هذه الديمقراطي لأي بلد، تقول العبارة بأنه أو النظرية أنه لا يمكن توصل إلى استقرار دائم بين الجماعات التي دخلت احتراب إلا بالمصالحة مع الذاكرة الوطنية التي ترتكز على العدالة الانتقالية بمبادئها التي تتطلب محاكمة مرتكبي الجرائم، إقصاء الشخصيات المساهمة في الانتهاكات، إعادة الاعتبار للضحايا، كشف تكلفة ما حدث للأجيال القادمة حتى تتجنب الأجيال القادمة تكرارها. يعني مع هذا الطرح كيف يمكن الحديث عن مفاوضات سلام؟ نحن نتحدث عن هذه النقاط التي يتحدث عنها علم الانتقال في أي بلد، يعني أنت عندما تتحدث الآن عن مفاوضات سلام معنى أنك تؤجل مرحلة جديدة من الحرب، ولا معنى لمسألة أن الحرب ستنتهي يعني بهذه المفاوضات، وإلا كنا استفدنا من حوارات سابقة معهم. يا سيدتي الكريمة، أنا قلت من البداية وأكررها وسأكررها إلى يوم الدين، ليس هناك حل أمام اليمنيين غير التحاور لبناء دولة، لإعادة عمل مؤسسات الدولة. عندما تعود مؤسسات الدولة سينتفي عمل الميليشيات، الميليشيات من كل طرف، أنا أتحدث عن الكل. ميليشيات الحوثي عملت انقلاب 21 سبتمبر، باركه الرئيس عبد المنصور هادي والقيادات الحزبية، هذه مشكلتهم، لا أحد يحمل المواطنين مسؤوليتها. لكن الدولة يجب أن يعاد صياغة بناء هذه الدولة اليمنية مثل ما قال الأخ عبد الهادي، المواطنة المتساوية،
التي تسمح لكل مواطن بحقوقه وأن تأخذ منه كل واجباته. هذه هي الدولة التي ستحقق كل هذا الذي نبغاه. مسألة نزع السلاح واستلام السلاح، يجب أن يسلم الحوثيون سلاحهم بدون قيد ولا شرط. لمن؟ للدولة. أنا أما قصة الجيش الوطني أو الجيش، وهو الأخ عبد الهادي بنفسه تكلم فيها، الجيش أين هو الجيش الوطني الذي سيستلم؟ هيا تفضل، هل هو موجود في تعز الجيش الوطني؟ نعم سيد عبد الهادي، نعم سيد عبد الهادي، إذا ما هو أقرب طريق إلى الدولة من خلال هذه المفاوضات القادمة أو حتى أي جولات مفاوضات تالية لها؟ هل هناك دولة بدون جيش؟ هنا السؤال الأهم، وما مدى إمكانية بناء هذا الجيش؟ قلنا أن الجيش الذي كان بيد صالح وجماعة الحوثي بشكل أساسي مبني من منطقة جغرافية واحدة بنسبة 85%، لكن هؤلاء خرجوا عن حتى هذا الاحتواء الإطار الجغرافي، خرجوا وهنالك مجموعة، ومن كان يتحدث قبل قليل وهو رئيس هيئة الأركان هو من نفس المنطقة الجغرافية لكنه خرج المئات بل الآلاف من هؤلاء في تعز 3 ألوية عسكرية قائمة موجودة، اللواء 22 ميكانيك وأيضا اللواء 35 واللواء 17، وهنالك محور عسكري قائم في تعز، لكن كل هذه المسميات في وجود دولة منهوبة كما كان يقول الأستاذ النعمان، يعني المرأة كما يقال المرأة الحظ باللغة اليمنية، المرأة الحظ في البيت الخلي كسل بنت كسل بهذه المسميات. نحن طوال هذه الفترة نطرح داخل ثنائيات ومقاسات، إما علينا أن نتقبل استبداد الهضبة واستبداد هذه الجماعات التي هي من خلقت لتحكم، أما البقية فهم رعايا كما كان يطرح الإيرياني تماما في مذكراتي، إما أن نظر رعاية وبالتالي أدركنا الوقت سيد عبد الهادي، أعتقد هذا الطرح لو قسته على الأستاذ مصطفى على السفير كان المفروض أن الأستاذ النعمان يظل في ذبحان ولا داعي لأن يتحرك من الثلاثينات، وكنا خرجنا من هذه المسألة، نظل جميعا رعية ويظل الحاكم ذلك المقدس القادم من قريش وعلينا أن نخضع له طالما نحن ننزع للسلام كما هذا إشكال كبير. نحن نريد أن نكون مواطنين، لنا نحن في الألفية الثالثة، ألا يحق لنا أن نكون مواطنين؟ هذه كارثة كبيرة. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الهادي، لاستبداد هذه المسألة. أشكرك جزيل الشكر وأعتذر لمقاطعتك، يعني أدركنا الوقت. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء، تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن فريق الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني للبرنامج، ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله.